وهلا مشاهدينا نحن وصلنا معكم لزاوية صبايا لحتى نتعرف على إبداعات وفنون من صبايا بلدي. أكيد رح نتعرف على مصممة الأزياء سارة مهنا اللي هي بعمر صغير، بس كان شغلة خلونا نقول والتفكير يلي فكرته بهذا الشغل كان مفعوله كبير. أهلا وسهلا فيكي سارة. صباح الخير هلا سارة، صباح أهلا الخير. وسهلا فيكي. وأنت مصممة أقمشة وأزياء، وهون يعني الشيء أكيد الحلو أنه أنت ممكن تعملي قماشة حلوة وبنفس الوقت تعمليها فستان. بس أكيد قبل أكيد رح يعني ندخل بأنت يعني شغفك بهذا العالم، عالم الأزياء عموما، كيف دخلتي هذا المجال؟ أكيد هو بلشت هذا المجال من الصغر. طبعا ماما مصممة أزياء، هي الله. كتير شجعتني على هذا المجال. هي أسست لمشغل بعام 2001، فأنا من الصغر كنت متابعة هذا المجال ودخلت فيه. يعني من ناحية القماش، تصميم الفساتين، بالفترة كان عندي هاي الموهبة، وهلأ عم صمم أقمشة وفساتين. تمام، يعني من صغرك بين ايدين الماما بالمشغل تماما بقى وعم تماما تلتقطي تماما هالقصص. تماما. سارة كيف بلشتي؟ يعني خلينا نقول شو أول شيء صممتي؟ هلا أول اول قطعة. شيء، اول قطعة صممتها هو فستان باللون الفضي، تصميم بالشك. طبعا هو صممت القماش من تطريز ومن شك نول. بعدين الفستان كان يعني هو عبارة عن دخل، هو فيه كمة واحدة مثلا، دخل بالموضة هاي، يعني كتير دارج. أو شو كمان بلشتي فيه بلشت فيه، قد ايه كان عمرك؟ كان عمري شي 19. ولهلا انا حاسستك 19. يعني بتقولي لما كنت صغيره. طيب في ناس يعني انه مثل ما مثلا مثل انت انه الماما هيك بتشتغل، ماما هيك اهتمامها عندها مشغل، بتصير البنت بتهتم أكيد بنفس الاهتمام، بس بيكون لها ملاحظاتها، يعني بيكون هي لها حتى عالم. لان هلا انت اليوم حدا عم بيبتكر شيء لجيل جديد، شو اللي كان يلفت نظرك؟ يعني شو اللي تحبيه اكثر؟ شو اللي تحسي انه انت هون بتقدري تعملي شيء غير ما بتعمله الماما؟ ترتيب الألوان، أكيد دمج الألوان. كتير بحب أشتغل على هذا الموضوع، بحس فيه اختلاف أو بيعطي شخصيتي أكتر. بحب أدمج الألوان بطريقة كتير فلكلورية أو بطريقة مرتبة كتير. بحب كتير أعتمد على الألوان بالتصاميم والأصوات الغريبة. كونك هيك شابة يعني، فبقى أكيد هون الألوان. الألوان الجريئة والأصوات الغريبة. هلا الحلو بسارة بتقول إنه هي بتصمم الأقمشة، تمام. بقى بدنا نحكي عن موضوع الأقمشة، إنه أنت هون يعني ألف باء مثل ما بيقولوا، من الألف تماما للياء أنت عم تماما. تشتغلي. بنحكي يعني شو يعني إنه أنت بتصممي القماش؟ هلا انا لما ابدا بفكره معينه، مثلا انا عندي موديل رح ابدا بتصميمه، فاكيد هلا بكثير من الاحيان ما بنشوف خامات متوفره بالسوق، فانا بلجأ لاني اعمل رسمه هي مثل هلا قريبه من هي الرسمة الموديل اللي تماما، معنا. مثل هيدا الصوره. أيوة بعمل رسمه قريبه من الموديل اللي انا عندي اياه، مثلا انه بتناسب الفستان اللي انا عم صممه. بعدين نبدا بالتطريز او الشك، بينزل التطريز او الشك على الطول، وبعدين نعمل عنا مرحله قص البترون. بنقص البترون وبعدها بنبدا بعمليه الخياطه. طيب سارة قديش مهم خلينا نقول انه اي ديزاينر يعني قد ما كان في عندها هيدا الشيء الخاص فيها وذوقها الخاص، قديش مهم انه شوي تتقيد بخطوط الموضة العالمية؟ يعني اكيد في شغلات ما بينطلع عنها، في قصات ما بينطلع عنها، في حبكة المفروض انها تكون دائما صح، يمكن هيدي ما حدا فينه انه يتدخل فيها. نحكي شوية عن هيدا الموضوعين، ديزاينرز كلياتهم المفروض يكونوا متقيدين يمكن بهيدي الخطوط، صح؟ صحيح اكيد. هلا اي مصمم لما رح يبدا بتصميم اي كوليكشن، انه انا لما رح اعمل كوليكشن رح يكون مبني على فكره معينه هي اخذتها من الطبيعه او من الجو العام، يعني الكونسيبت. فالمفروض اني ما اطلع عن الشيء اللي بيناسب مثلا هاي السنه من الوان من قصات، وبنفس الوقت انا بدخل ذوقي بالقطعه. يعني فيني اعمل فستان من ذوقي مثلا، من فكره معينه عندي، بس هو بنفس الوقت من خط الأقساط عام، الدارجة خط عام. تماما، يعني هو حالة عامة.
وهون بدك تواكبي الموضه، يعني بتعرفي السنه شو نازل، بس تماماً. وقت بتبتكري تماماً. ممكن شيء يكون غربي انت بدك تعمليه شرقي تماماً. اكثر. احلى شيء اني ادمج الشرقي مع الغربي. تمام، وهيك بيصير يعني بالاخير المصممين انهم بياخذوا الخطوط العريضه، وكل واحد بقى بذوقه اللي بيناسب مجتمعه وبيئته. هلا بالنسبه للقماش انا شفت هيك رسوماتك كلها يعني هيك فيها منحنيات، فيها زخارف، يعني هذا الطابع الشرقي برايك يعني نحن يعني هذا اليوم مطلوب، هيك الناس عم بتحب، هيك الصبايا عم بيحبوا. هلا هذا الشيء كثير كان موضه لهي السنه، هاي السنه كانت موضه انه نشوف الشكل العروق، مثلا العرق الاوف وايت على اللون اللحمي. هيدي الرسمات كثير كانت دارجه لهي السنه شفناها، ممكن بهي السنه رح نشوف رسمات ثانيه مختلفه تماما عن اللي شفتيها بهي السنه. طب نحكي شوي عن انه لما بيجيكي حدا مثلا بده يعمل عندك شيء تصميم معين، قديش مهم هيدا التكنيك بينك وبين خلينا نسميه زبون، كيف فيكم تتفاهموا؟ يعني اوقات ممكن الزبونة تطلب شيء ما بيتناسب مع الموديل، او ممكن انت تقليل على شيء هي ما تحبه، قديش مهم هيدا التنسيق؟ اكيد كثير مهم انه لما ابدا بتصميم موديل للصبيه المفروض انه يكون بالبدايه قبل ما اختار الموديل لازم اختار القصه اللي بتناسب جسمها وطولها، ان كانت نحيفه او سمينه حسب طولها، المفروض اني اشتغل على قصه بتناسب جسمها طبعا اكيد، والالوان اللي بتناسب بشرتها. المفروض انه هلا لازم اني انا اجيب صور مثلا اقرب الفكره للصبيه، انه هيدا الصبيه مثلا جسمها مثلك، لبست هاي القصه كثير لابق لها مثلا، ممكن اقنعها، بس هو شيء صعب شوي انك حدا بيجيب لك افكار غريبه بجوز ما خاطره على بالك، بالعكس بتفيدك بتضيفيها، يعني دائما الذوق حاله هيك تفاعل، يعني ممكن انه يكون هيك شيء. اي احيانا ماما اي وممكن اني اشوف شغلات مثلا بالصدفه ممكن تكون من الطبيعه مثل ما حكينا، او يعني يعني هلا نحن هي عم نشوف هيك تصاميم للاقمشه، رسومات اول شيء على الورق، بعدين بتبدو شك النول. تمام، هلا صار عالم قائم بذاته الشك، شو الاحجار اللي ممكن انتم عم تستخدموها بشك النول؟ الشورافسكي، في كثير مواد مستخدمه هلا، كلها مواد نخب اول، الاستراس كتير دارج، احيانا ممكن يكون لولو، الكريستال كتير مهم، كان موضة كتير لهي السنة. تمام، هلا دخلنا بقى بالفساتين. تماما. نحكي كمان عن تصميمك للفستان السهرة، وانت صبية يعني بدك شيء بجوز تقنعي فيه صبية انه هيك انت بتحبيه، وبنفس الوقت يعني شيء موضة السنة يعني بده يكون. هلا اكيد انا كصبية ممكن اني تكون افكاري قريبة اكثر للزبونة، للصبايا يعني كصبية أكثر. اكيد في عندي انه قدرة اني اقنع الصبية شو اللي ممكن تلبسه، شو اللي بيلبق لجسمها، ايه فممكن حببها اكثر بالفكره، ممكن تكون هي حاطه شيء ببالها انا اعطيها شيء بناسب جسمها اكثر. تمام، طب نحكي شوي هلا اذا فينا نقول اوقات الديزاينر بيميل لتخصص معين، اما سواري او ممكن شيء كاجوال، او ميولك لاي شيء؟ هلا اكيد الشيء الكاجوال كثير ضروري، بس اكيد انا بلجا احيانا حسب كل كوليكشن، من يعني كل سنه بيكون عندي شيء معين، انا بحب الاختلاف، بحب اجمع السواري والسبور السبور شيك، الشيء يعني كثير يعني كل الخطوط عم تشتغلي. بحب اشتغل على كل الخطوط، بحب التنوع ان كان سهره او اعراس تكون كولكشن كامل. ايه انا حابه ثقتك بنفسك ساره، وهيك وقدرتك يعني على انك عم تشرحي تجربتك، ولو انه عمرك حاليا 22 سنه يعني هيك صبيه صغيره، معناها قد ايه انت واعده. هلا اكيد انك بعد شوي بتحكي لنا عن الافاق، بقى هون بنحكي شوي لما بتصممي للسبورات او حتى للابيه يعني والسهرة، كيف بقى أنت نظرتك أنت كهيك كفنانة بهذا المجال كيف بتكون؟ نظرتي بهذا المجال هلا أنا بتمنى إنه بتمنى أكثر إنه أوصل لأكثر ناس وإني أوصل أفكاري أكثر، وإن شاء الله رح أشارك هاي السنة بعرض أزياء. وبتمنى إنه إني أوصل. لسه ما شاركتي يعني قبل؟ لا لسه ما شاركت، هاي أول سنة. حلو. عم حضر هلا. طيب نحكي شوي عندك هلا انت تصاميم عفوا
في تصاميم معينة ممكن تطرحيها تصنفيها أولى؟ بالنسبة للتصاميم اللي شفناها هلا، في منها كان تصاميم بصنفها انه اولى. ايه تماما. مدة الشغل يعني هلا نحن لما اللي بنشوف اوقات فستان سوري ممكن ما بنفكر انه ممكن ياخذ هالقد جهد او هالقد تعب، نحكي شوي عن هيدي الديتيلز تبعيته، التفاصيل اللي انتم عم تدخلوا فيها، المدة اللي ممكن انه يستغرقها هيدا الفستان من تصميم لتنفيذ. هلا حسب الفستان، حسب الموديل، حسب ان كان فستان عريس غالبا يلي شفناهم هلا. ايه تماما. القطعة فنية الحقيقة، قطعة فنية ممكن ياخذ مدة طويلة، ممكن نشوف فستان كتير بسيط ممكن ياخذ مدة طويلة اكثر من فستان مثلا كثير مثلا يكون موديل كثير فيه شغل. حسب الشغل، ممكن يكون الشغل عندي على القماش، ممكن يكون على الشاك، على التطريز، حسب الموديل من شو، حسب القصة القماشة. هلا برايك انه لولا عندك انت موهبه وحب وكذا، صعب انه واحد يعني انه فرض هلا انا ما كثير عندي موهبه بس حبيت اتعلم، ما مثل اللي بيحب وعن شغف، في فرق ما هيك؟ تماما. هون بقى الإبداع أكيد. الشيء اللي بيجي بالفطرة أحيانا بيوصل قبل الشيء اللي بيجي مكتسب. قديش مهم اليوم بتحسي انه هيدي المواهب الشابه فعلا انه يتسلط عليها الضوء؟ يعني نحن دائما بنشوف اوقات بالمجتمعات ممكن اسامي معينه بتركز وخلص، يعني ما كثير العالم بتقوي قلبها لانها تجرب خلينا نقول قدرات شابه او جديده طالعه. قديش مهم انه يتروج لهذا الموضوع؟ اكيد هذا الشيء كثير مهم، انه توصل كل افكار المصممين، انه يكون في تنوع دائما إن كان من المصممين من الموديلات. المفروض إنه دائما نحط هذا الموضوع بعين الاعتبار، إنه يكون المصمم الشاب ممكن يكون عنده أفكار كتير جديدة دائما ممكن تكون حلوة. كتير مهمة هاي إنه كسب ثقة يعني أكيد ممكن يكون عنده أفكار كتير جديدة. هاي إنه أحيانا بقول لك في أسماء معينة مثل ما عم تقول بتول، لكن مثلا بقول خلونا نجرب هالصبية، فبيشوف إنه كمان شبابنا كتير عندهم رؤية وعندهم بجوز دقة، وخاصة إنه بيكونوا بأول شغلهم بيهتموا كتير زيادة. طيب بمجال العرائس جربتي اشتغلتي فساتين عرس مثلا؟ بما انه قريب شوي عليك هو يعتبر الخط الاصعب. جربت بفساتين العرس كمان، هلا عم مجرب يعني هلا عم بشتغل فساتين عرس بالكوليكشن الجديد اللي رح اقدمه بعد فتره، اكيد رح شارك فيه. بفساتين العرس كثير كان موضه مثلا لهي السنه عم نشتغل الالوان الاوف وايت او اللون اللحمي مع العرق اللون الابيض. طبعا والشك عم بيكون من لون الفستان اكثر من انه يكون شك فضي او كثير يمكن غالي. صار دارج هلا ساره خلينا نقول كثير يكون هادي الفستان. اي تماما، يعني ما بقى بحس انا الشك من لون الفستان. تماما ما كثير يمكن بقى دارج لهيدي الموديلات. لا بس فيها. ممكن احيانا يدخل عندي اللونين يعني، بس الشك عم بيكون من لون العرق. تماما. هلا احيانا عم بحس انه ما في شيء عم يبطل، عم بيضل يعني بجوز في خط بيطغى بس بيضل مثلا هلا قديش صار له الشك شو اسمهم هدول البايت والرش والشكوارتز وما بعرف هالقصص كلها، يعني عم تبقى حتى الورد الشكل او الورد اللي بشد ورد وهيك، يعني عم بيضل انه بجوز حسب الموديل بس عم تطلع شغله ما بقى عم تبطل، عم بيقوى خط على حساب خط. صحيح. هلا دائما نرجع بالموضه للماضي، يعني دائما في شغلات من الماضي بترجع بتدرج بعدين، الموديل الكلاسيك كمان يعني في شغلات بتضل عم تدرج يعني ما بتبطل ابدا. ممكن انه ما عاد نعتمدها لسنه او سنتين او اربعه او خمسه، بس بترجع بعدين هي بتدرج وبنرجع نعتمد عليها. يعني في شغلات ابدا ما بتبطل، بالاخص بعالم الاعراس. ممكن ما في قماش بيبطل وقماش لا. تماما. دائما الطول، الستان، التيفتا، دائما هدول عم نشتغل فيهم فستان العرس، يعني هدول ما بيبطلوا. يعني فعلا مدام لولا تعدد الاذواق لما نفدت البضائع طبعا. فعلا يعني كل حدا بتحسي له خطه معين. تمام. نحن يعني باخر لقائنا هيك بنحكي عن يعني مدى حبك اللي هي صارت مهنتك اكيد، وانت هلا بتبدي تدخلي عالم الاحتراف، الى اي حد انت حابه انك تطوري حالك تبقي بهذا الحب وعم بيحقق لك شيء هذا المجال اللي انت اخترتيه؟ أكيد تصميم الأزياء هو حلمي من الصغر وهو شغفي، فأكيد مثل أي مصمم تاني بتمنى أني أوصل للعالمية.
انه يوصل اسمي وافكاري توصل، اني وصل شغلي لاكثر بتضلي عم ناس. تبحثي وتشتغلي لان عالم اكيد اكيد هو عالم كل يوم فيه شيء جديد. أيوه. دائما في شغلات بتدرج، في كتير تغيير، واهم شيء بهذا المجال هو التغيير. يعني نحن اكيد انبسطنا فيكي كثير ساره، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا ان شاء الله هيك دائما تكوني بتجدد وتوصلي للشيء اللي بدك اياه. شكرا لكم. حبيناكي ساره، حبيت فيكي هاي الثقه، ونحن لما بنقول صبايانا وهيك بنكون فعلا عم نسلط الضوء عليهم لناكد انه قد ايه الصبايا عم بيعرفوا شو يختاروا، عم بيعرفوا طريقهم، عم بيبدعوا بالمجال اللي هن فيه، والمهم الواحد ينجح بمجاله اللي اختاره. انت يبدو ما شاء الله الى طريق النجاح، ان شاء الله بتكوني اسم واعد في عالم تصميم الازياء والاقمشه. شكرا كثير لحضورك. شكرا لك وشكرا لقناه اوغريت. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.